ونحييكم من جديد. تواجه مسيرة تصفير الانبعاثات 2050 التي دعا إليها مؤتمر باريس 2015 تعثرا فيما يصفه آخرون انهيارا. فبعد مفاوضات شاقة اتفقت 195 دولة على إجراءات مكافحة الاحتباس الحراري بما لا يزيد عن درجتين مئويتين حتى عام 2100. مؤتمر باريس لم يتمكن من توفير خريطة طريق للإجراءات المناخية لتقليل الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ. ومع تفاقم أزمة الطاقة عقب الحرب الروسية الأوكرانية تسارع الدول تحديدا الأوروبية لزيادة الطلب على النفط والغاز وحتى الفحم الحجري لتوفير احتياجاتها، ليجد العالم نفسه بين مخاطر التغير المناخي من جهة ووجوب توفير الطاقة اللازمة من جهة أخرى. المعضلة الإضافية تتمثل في ندرة توفر الطاقة النظيفة نتيجة الأزمات، وإن توفرت فإن تكاليفها هائلة، حتى أن مراقبين يقولون إنه ليس من السهل على أوروبا أن تواجه أزمة اقتصادية مع ارتفاع معدلات التضخم أن تؤمنها. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من باريس الدكتور بدوي رهبان المستشار لدى اليونسكو والأمم المتحدة لشؤون المناخ والمستشار الدولي للكوارث الطبيعية والتغير المناخي. أهلا بك. ومن الخبراء الخبير في استراتيجيات الطاقة نايف الدنداني. أهلا بكم ضيفي الكريمين. واسمح لي أن أبدأ من الخبر معك أستاذ نايف. أستاذ نايف، تصفير الانبعاثات وإن كان هذا التحدي هو صعب منذ بدايته، ولكن هل مع الأزمات المتراكمة بات حلما صعب المنال كما يقول البعض؟ مساء الخير. أظن أنه التركيز الآن، المشكلة في السياسات التي تنتهج الآن، هناك ثغرات كبيرة الحقيقة في السياسات التي تنتهج. دعونا نقتل الانبعاثات لا نقتل المصادر. مهم جدا أن يفهم هذا المبدأ وأن تتفق عليه دوائر صناع القرارات في العالم. يجب أن لا نستهدف المصادر في الوقت الحالي على الأقل، ونسمح لفترة انتقالية يستطيع العالم معها أن يتغذى بالطاقة في الوقت الحالي. الحقيقة الوقود الأحفوري يشكل 80% من مصادر الطاقة الحالية. لا يمكن الآن، مخاطرة كبيرة جدا الاستغناء عن في وقت قصير. ولذلك أنا دائما أقول خلونا نقتل الانبعاثات لا نقتل المصادر. ما معنى لا ذلك نستهدف سيد نايف حتى يفهمنا كذلك المشاهد اللي ربما يتابعنا ومتوسط الفهم فيما يخص مفاهيم المناخ؟ ما معنى استهداف الانبعاثات وليس استهداف المصادر مثلا؟ بمعنى أننا لا نحاول تقليل من المصادر التي تأتي من النفط أو الغاز. ما أعنيه هو أن نستهدف التكنولوجيا، ندعم الاستثمارات التي تساعدنا على تخفيض الانبعاثات والوصول إلى الحياد الصفري أو الحياد الكربوني. هذا مهم جدا أننا لا نشن. طيب سأعود لك أستاذ نايف. يبدو بأن هناك مشكلة على مستوى التقاط الصوت والصورة، سنعود لك بعد ثوان، ولكن سأنقل هذه النقطة لك دكتور بدوي. دكتور بدوي، تصفير الانبعاثات أو كما يقول ضيفي يجب أن تستهدف الانبعاثات أن لا تستهدف المصادر، هل هذه المعادلة قادرة أن على الأقل تدفع بمناخ أأمن في الفترة القادمة؟ هذا ما يجب العمل تجاهه. يعني نعرف الآن هناك تسليم الآن إجماعي من قبل الدول أن الأسباب الرئيسية
لتغير المناخ هي ما نسميه بالانبعاثات للغازات الدفيئة في الفضاء. هذه الانبعاثات التي تتسبب بالاحتباس الحراري وتنتج عنها تغيرات مناخية وعوامل مناخية متطرفة مثل الفيضانات والسيول وموجات الحر وغيرها. إذن لكي نعالج أسباب تغير المناخ يجب أن نعالج كيفية التقليل من الانبعاثات للغازات الدفيئة. من أين تأتي الغازات الدفيئة؟ تأتي الغازات الدفيئة وانبعاثها من وسائل النقل في الدول، من الصناعات، تأتي أيضا من البناء للبنى التحتية والعمران والباطون ومواد البناء، وتأتي من الزراعات الغير حكيمة. إذن لكي نتطرق إلى تخفيف هذه الانبعاثات يجب أن تكون مجهودات الدول في النظر في وسائل نقلها، في العودة والابتكار في النقل والزراعة وغيرها، وأيضا في النظر إلى الطاقات. نعرف أن الانتقال إلى طاقات نظيفة ومتجددة لا يحصل بين ليلة وضحاها، ولكن هناك تسليم أيضا من قبل كل الدول أن الاعتماد فقط على الطاقة الإحفورية والاعتماد في المستقبل بشكل أكبر على الطاقات الإحفورية هذا لا يساهم. ولكن سيقول لك بعضهم ربما دكتور بدوي مجبر أخاك لا بطل، هذا ما فهمناه على الأقل في الجلسة العامة لمجلس الأمن مؤخرا. أستاذ نايف سأتوقف معك عند هذه الجلسة لأنها استوقفت كثيرين في الواقع. جلسة مجلس الأمن مؤخرا كان المفروض عنوانها الرئيسي المناخ وكيفية الدفع ببيئة أنسب، ولكن طغت عليها تطورات الأوكرانية الروسية. ولكن ما استوقف البعض هو التغيرات التي طرأت في كلمات حتى المشاركين أو حتى في مشروع القرار أو في القرار بالأحرى. يعني القرار مثلا بعدما كان يتحدث سابقا عن منع مساندة أي مشروع جديد للفحم الحجري أصبح يتحدث عن الانسحاب تدريجيا من تطوير أو تمويل أو تيسير أي مشروع للوقود الأحفوري. كذلك أصبح هذا القرار يؤكد على أهمية مشروعات الوقود الأحفوري غير المنافية لعملية مكافحة تغير المناخ. كيف؟ يعني نحن نتحدث عن أخطر أنواع الطاقة الوقود الأحفوري، كيف سيكون هناك تشجيع لكل وقود أحفوري ولكن يكون غير منافي لعملية مكافحة تغير المناخ؟ معادلة كيف تحصل؟ هو الحقيقة الآن في كثير من الواقعية بدأت تلاحظ في خطابات صناع السياسات بما فيهم المتحدثين أو المحاربين بشدة لمصادر الوقود الأحفوري. الآن بريطانيا مثلا، لو نرجع إلى بريطانيا أسبوعين أو ثلاث أسابيع أقرت العودة أو سمحت رفعت الحظر على تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي. التكسير الهيدروليكي هذا كان الحقيقة أحد أهم التكنولوجيا اللي ساهمت في انتعاش نشاط النفط والغاز وخصوصا النفط والغاز الصخري. هذا الحقيقة انقلاب كبير في مفاهيم بعض الدول الأوروبية أن تسمح وأن تعيد النظر في بعض السياسات. وأنا لم أتفاجأ الحقيقة بالخطابات، لأنه الآن بدأ العالم مع أزمات الطاقة المتعددة، مع تقلص الآن إنتاج الدول، يعني الآن إحنا في قد نشاهد أزمة أكبر بكثير مما نحن عليه الآن. إذا استمرت معدل الاستثمارات الحالية في النفط والغاز خصوصا، بحلول عام 2030 قد نشهد اختفاء 30% من السعة الإنتاجية التي ينتجها العالم في مجال النفط مثلا. احنا في اقل معدل استثمار منذ 75 عام، والطاقة الآن يوجد
في العالم ما يقارب 700 مليون إنسان لا يوجد له أي مصدر ولا يحصل على أي مصدر من مصادر الطاقة أيا كانت، ما عنده الرفاهية أن يختار بين مصادر الطاقة لأنه عنده صفر من المصادر التي يفترض أن تصلها. 2 مليار و600 مليون إنسان لا يصلهم الماء النظيف لإقامة أو لعمليات الطبخ النظيف. فالحقيقة إحنا في أمس الحاجة إلى كل مصادر الطاقة، ولكن هذا لا يعني، أشدد، لا يعني أن نغفل موضوع الانبعاثات. هناك لازم نركز على استثمارات أكبر في التقاط الكربون، تخزين الكربون، الحياد الصفري. هذه اللي نركز عليها، ليس التقليل من مصادر الطاقة أو حتى الاستثمارات فيها. نعم دكتور بدوي، البعض يتخوف كذلك من العودة، وقيل ذلك من مراقبين انتقدوا تعامل بعض الحكومات الأوروبية وفتح مجال إمكانية عودة استخدامها للفحم الحجري مثلا، أكثر المحروقات مضرة. فبالتالي إلى أي مدى هذه العودة وبهذه الكثافة خاصة على إثر الأزمات يمكن أن تؤثر في برنامج كامل كانت تعمل عليه كل القوى الكبرى والمجتمع الدولي بأسره لمحاولة الدفع بتحسين المناخ حتى نبتعد عن أضرار ما يمكن أن يخلفها ذلك؟ طبعا اليوم ومنذ كم شهر إن المجموعة الدولية والدول هي في معضلة أمام معضلة فيما خص، ما على سبيل المثال كما ذكرت وتفضلي بذكره، الاعتماد على المصانع الفحمية من جديد، على الفحم الحجري من جديد. لأننا يجب أن نذكر أن مؤتمر غلاسكو في نوفمبر الماضي، يعني منذ عام تقريبا، كان هناك اتفاقية في غلاسكو، مؤتمر المناخ في اسكتلندا، وقعت عليه 120 دولة بأنه بالثمان سنوات القادمة يجب أنه بحلول عام 2030 لن يكون هناك اعتماد على المصانع التي تعتمد على الفحم الحجري. هذا هدف من مؤتمر غلاسكو. ولكن كما تفضلت بذكره الآن، دول صناعية، دول غنية من ضمنها كما ذكرت ألمانيا وغيرها هنا في أوروبا، يعيدون النظر في هذا الهدف وسوف يشغلون الآن من جديد مصانع المعتمدة على الفحم الحجري. إذن هذه طبعا نكسة لمسار مواجهة تغير المناخ، وهذا أيضا مأزق، وهذه معضلة على المجتمع الدولي أن يواجهها. إن هذه المقاربات التي يجب أن نجدها يجب أن تكون تعتمد على ما نسميه فن الممكن. ما هو ممكن الآن؟ كيف نعيد النظر ببعض الأمور؟ نعرف أن هناك هواتف ثابتة، أهداف ثابتة يجب أن تكون بوصلة لنا. ما هي هذه الأهداف؟ الأهداف يجب أن من جهة أن نخفف من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل جدي ومستمر، وهذا هدف لا يجب أن نفر منه، لا فرار منه. هذا هدف أولي. الهدف الثاني، بالرغم من كل الصعوبات والمآزق يجب أن نكون عندنا مجهودات للتكيف مع كل السيناريوهات، أن نكيف مجتمعاتنا، مدننا وقرانا وبلداتنا، كيف تحتمي من الآثار وفي كل السيناريوهات، يعني من العواصف، من موجات الحر، من الفيضانات، من السيول. نعم. نشاهد ما يحصل في الباكستان، كيف أن هذه الأمور لا تستطيع أن تنتظر. إذن إن الدول مطلوب منها أن ترى ما هو مناسب لها على المستوى الوطني، ولكن بمراعاة أهداف ثابتة وهي التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل صارم. ولكن يبدو بأن الاحتياجات الداخلية أقوى من كل هذه أو من كل ما تفضلت به طبعا، وما تفضلت به حتى مختلف الدول من شعارات بخصوص البيئة. سيد نايف، هل تعتقد بأن الدول الأوروبية بدأت شيئا فشيئا تتخلى، أو خلينا نقول ألزمتها الأزمات المتراكمة على التخلي على الحلم الأخضر؟ هل هذا دقيق؟ هو
والله أنا ما أسميه تخلي، أنا أسميه هو واقعية أكثر في هذا، في الوصول إلى الحلم الأخضر، واقعية أكثر التي وضعت في البرامج والسياسات التي أقرت للوصول لهذا الهدف. الحقيقة أنه في برامج وسياسات اتخذت غير واقعية جدا وغير يعني غير لا يستطيع. طيب سيد نايف اعذرني على المقاطعة، سأكتفي معك بهذا القدر لأنه الصوت يتقطع بشكل يعني كنت أتمنى، أعلم بأنه حضرتك دائما تكون حاضر معنا بطرح عميق ولازم نتوقف عنده، ولكن الصوت يتقطع والصورة كذلك، فنتمنى أن نلقاك في نقاشات أخرى وحلقات أخرى من بانوراما. أود شكرك جزيل الشكر الأستاذ نايف الدندني الخبير في استراتيجيات الطاقة، وأشكر كذلك ضيفي من باريس الدكتور بدوي رهبان المستشار لدى اليونسكو والأمم المتحدة لشؤون المناخ والمستشار الدولي للكوارث الطبيعية والتغير المناخي، شكرا جزيلا لكما. بهذا نأتي لنهاية بانوراما لهذا المساء، غدا في نفس التوقيت نناقش مجموعة أخرى من المواضيع، ولكن أخبار العربية دائما مستمرة عبر مختلف خدماتها على امتداد اليوم والساعة، فابقوا معنا، السلام عليكم.